خلينا نعم. كمان نتكلم عن مقدمة الكتاب. حضرتك قايل في الكتاب عبارة عن رسائل للبنات، كنت عاوز توصل ايه من خلال الرسائل دي للبنات؟ يعني انا عارفة ان حضرتك اتكلمت عن علاقة البنت بابوها، وفي توصيات لقد ايه البنت او الست لازم تتكرم وتتعامل بشكل جيد، لكن كانت ايه رسائلك للبنات تحديداً؟ والله يا استاذه رانيا، انا في البدايه انا مولع جدا بشخصيه السيده مريم عليها السلام. السيده مريم عليها السلام هي السيده الوحيده التي ذكرت في القران الكريم باسمها عشرات المرات. السيده مريم مثال للعفه ومثال للشرف ومثال للكرامه ومثال للتبتل والعباده، وهي اللي عملت لنا الشخصيه العظيمه جدا في التاريخ المسيح عليه السلام. وبالتالي انا كنت مولع جدا بشخصيه السيده مريم، وانا بنتي اسمها مريم سميتها لولعي بهذا الاسم. وبالتالي كانت الرسائل موجهه الى بنتي اللي هي مريم، وبالتالي موجهه الى كل البنات وكل الفتيات وكل الامهات وكل ربات البيوت وكل والمراه العامله عموما. الرسائل اللي انا بوجهها للبنات رسائل متعدده لها علاقه بمعرفتها لذاتها ومعرفتها لنفسها ومعرفتها للملكات المتعدده اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها بيها، طبعا ومعرفتها لخالقها، ومعرفتها لصحيح دينها، ومعرفتها لمجتمعها، وانها لها دور كبير جدا في اثراء المجتمع، مش بس باعمالها العظيمه وانها مثل الرجل تماما فيما يخص وظيفتها، لا كمان هي لها وظيفه تربويه مش عايزين نغفل عنها، لها وظيفه لها علاقه بنقل القيم الساميه، سواء القيم الدينيه او قيم العرف او قيم المتفق عليها عموما او القيم اللي لها علاقه بالفطره السليمه، نقلها من جيل لجيل، نقلها الى اولادها. وبالتالي الرسائل دي كلها يعني بتلقي الضوء على دور المرأة في مجتمعها وفي وطنها وفي أسرتها. وبالتالي هي المرأة مش هتقدر تقوم بدورها، أو البنت أو الفتاة مش هتقدر تقوم بدورها في مراحلها المتعددة إلا إذا عرفت نفسها حق المعرفة، صحيح، وإلا إذا عرفت ربها حق المعرفة، وإلا إذا عرفت مجتمعها الكبير والصغير حق المعرفة. شايف قد ايه البنات في ظل دخول السوشيال ميديا حياتنا وسيطرتها علينا محتاجين الرسائل دي في الفترة دي. والله احنا مشكله السوشيال ميديا يا استاذه رانيا انه السوشيال ميديا لها بعدين اساسيين. البعد الاول انه كميه الوقت التي يهدرها السوشيال ميديا. طبعا انا مش هقدر اقول ان السوشيال ميديا على عمومها وعلى اطلاقها سيئه، لا، فيها فوائد كثيره طبعا، ما اقدرش انا انكر فوائد السوشيال ميديا، لكن احنا خلينا نركز على موضوعين اساسيين. الموضوع الاولاني انه الساعات الكثيره التي تنفق على السوشيال ميديا في ظل ان الفتاه ممكن يكون عندها مذاكره، ممكن يكون عندها عمل اكثر نفعا. ده مش السوشيال ميديا البنات بس، احنا ده البنات والولاد كمان. البنات واللي بالظبط بالظبط، طبعا هو الاحصائيات بتقول ان البنات اكثر استخداما للسوشيال ميديا على فكره. هو طبعا احنا عندنا طبعا اكثر من يعني من موديول او اكثر من برنامج للدخول. فالبنت بت 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 يعني معظم وقتها بتقضيه على السوشيال ميديا. وبالتالي هنا الخطوره في ايه؟ الخطوره ان كل المعلومات او الوعي، المعلومات التي بتشكل الوعي كلها بتاخدها من السوشيال ميديا، مش بتقعد مع باباها، مش بتقعد مع مامتها، مش بتفتح كتاب يعني ذو قيمه يشكل وعيها. فالخوف، خوفي انا طبعا، انا الكتاب لو حضرتك يعني كنت راجعت فيه اي حاجه او اي فصل هتلاقي برضو جزء اللي ليه علاقه بالخوف او التخوف على هذه البنت اللي هي ابنتي وابنه يعني المجتمع، طبعا من انها يكون من ان السوشيال ميديا تكون المصدر الاول للمعلومات، وبالتالي يكون هو اصدر المصدر الاول للوعي والمصدر الاول للمعرفه. انت حضرتك عارفه ان الوعي عباره عن معرفه تؤدي الى سلوك. طبعا يعني احنا فالسوشيال ميديا كل خطورتها ما يخص تغييب الوعي، او ما يخص يعني مش تغييبه او تشويهه. وبالتالي احنا كان كل تحذيرنا من السوشيال ميديا نتعامل معها يعني برفق، نتعامل معها بان فيها السيء والجيد، وانه كمان السوشيال ميديا ما ينفعش أكيد تكون هي الوسيله الوحيده لتلقي المعارف، صحيح، وتكون الوسيله الوحيده طبعا أكيد لتشكيل الوعي. لمصدر المعلومات كمان لأي بنت أو بالظبط لأي ولد في حياتنا بالظبط بشكل عام. بالظبط.